ما حكم اتخاذ النعل سترة؟ الله لا بأس به إلا إذا كان فيها شيء بين من نجاسة أو أذى فلا يتخذها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبصق الرجل المصلي أمام وجهه. أما إذا كانت ليس فيها أذى ولا فيها نجاسة تشاهد فلا حرج أن تتخذ السترة. نعم.